فأعجب الأشياء أن تعرفه تعالى ثم لا تحب. أخلصوا عباد الله قلوبكم لله جل وعلا، واعلموا أن الموت يأتي بغتة، وإن لم يأتي بغتة جاءت مقدماته من المرض وسلب العافية، فهو آت آت. صيرورة الكائن الحي إلى الممات حتمية، الكل صائر إلى الموت ساع إليه، كل ثانية تقرب إلى الموت ثانية، وكل ساعة تقرب من القبر ساعة، حتى تكون فيه حتما لا محالة. فاتق الله ستموت، فماذا أعددت لهذا اليوم، يوم اللقاء؟ وماذا أعددت لما بعد؟ ماذا أعددت للقبر؟ وفيه فتنة عظيمة، هي أعظم ما يكون من الفتن قط، والقبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر منه، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر منه. اتق الله ربك، أخلع عن الظلم، عن ظلم نفسك، من ظلم ظلم نفسه، وأما مظلومه فسيستوفي حقه. التفت لهذا جيدا، مهما ظلمت فأنت لنفسك ظالم، لا تظلم أحدا، المظلوم سيستوفي منك حقه لا بالدرهم والدينار، فهذا يوم القيامة ليس له مقدار، وإنما سيستوفي منك من حسناتك، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاته فطرح عليك، ثم طرح الأبعد في النار. فاتق الله، لا تظلم إلا نفسك. أتحسب أنك مهما تورطت في ظلم أحد تكون محسنا أو إلى الله بذلك متقربا أو عند الله محبوبا؟ كل ظالم يظلم نفسه أولا، ومهما ظلم غيره فسيستوفي منه حقه. تلفظ بالكلمة لا تبالي بها، ولا تظن أن تبلغ ما بلغت، تهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. أخطر من هذا، لأن هذا من نتائجه، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. تبحث أخاك، تغتابه، تنم عليه، ترويه بما ليس فيه، ألا تعلم أنك إن وصفته بما فيه مما يكرهه تكون له مغتابا؟ والمغتاب واقع في أعراض المسلمين، وقد جعل الله تبارك وتعالى الربا 72 بابا، أدناها أي أقلها، مثل أن ينكح الرجل أمه، فأقل درجة في الربا، أكبر درجة في الزنا، زنا المحارم والزنا بالأم خاصة. الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. ولم يكمل شيئا؟ لا، وإن أربى الربا استطالتك في عرض أخيك. اتق الله، أمسك لسانك، أمسك لسانك، ما لك وللناس؟ إن ذكرته بما فيه مما يكره كنت له مغتابا، والغيبة حق من حقوق العباد، يعني مهما أخذت في الدنيا بالاستغفار له والدعاء له فإن هذا لا يمرر المسألة كما تشتهي، لا، هذا من حقوق العباد، وحقوق العباد لا بد من توفيتها. فاتق الله ربك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، احرص على ما ينفعك، لماذا تضيع وقتك؟ ما لكم ولهذه المسامرات؟ ما لكم ولهذه القعدات؟ باطلة، هي حرام عليكم، ستسألون عن أوقاتكم وأعماركم يوم القيامة. اتقوا الله، خاصة إذا كان الواحد منا قد صارت ربله في قبره، تضيع أواخر عمرك. إن العاقل مهما أسرف على نفسه في شبابه إذا علت سنه وأرسل الله إليه رسله من شيب شعره وانحناء ظهره وكلال بصره وضعف قوته
وتمكن الأمراض منه كلها رسل للموت لديك. العاقل إذا ما رأى هذه الرسل أقلع عن ذنوبه واجتهد في فعل الصالحات والإقبال على رب الأرض والسماوات. أما هذا الهدر، هذا التضييع والذبح للأوقات على مذابح الفراغ قربانا للشياطين، ستسألون عنه. اتقوا الله، لا ترموا المسلمين بما ليس فيهم، ستحاسبون. وشيء آخر، من أدراك أنه لا يدعو عليك؟ قد ظلمت، مكنت يده من رقبته، سهام الليل يدعو عليه وهو مظلوم. يقول الله جل وعلا لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. اتق دعوة المظلوم، اتق الباغي. لماذا تبغي؟ لماذا تبغي على أخي في عرضه، في ماله، في بشره، في دمه، في أبنائه، في أهله؟ لماذا؟ ألم تعلم أن البغي ذنب لا بد من تعجيل العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة؟ ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا. توبوا، ارجعوا، ألا ترون الأموات كانوا ملء السمع والبصر ثم راحوا، ستروحون. اتقوا الله ربكم، ماذا تنتظرون؟ أسأل الله أن يتوب علي وعليكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن التزم بسنته وتبع هداه إلى يوم